Tisch gesetzt. Ich bin dann einmal so vor. إذن على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تيفي في المكتب داخل وخارج الوطن، مرحبا بكم معنا في بث مباشر جديد من هنا من مدينة الدار البيضاء. يعني أجواء غائمة اليوم، ركزنا عليها بشكل كبير يعني باش تشوفوا هاد السحب إن شاء الله اللي أكيد بمشيئة الله محملة بأمطار الخير اللي غادا تسقط على العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، خصوصا هنا في هذه المنطقة ديال التراب عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفاق اللي كيتواجد فوق من هذا التراب اللي كتواجد من التراب ديال مسجد الحسن الثاني. إذن كاين تساقطات قليلة كتهبط حاليا، ولكن ماشي بديك الكمية اللي يعني كتخلينا أننا إن شاء الله توقعوا غتكون امطار كثيره، ولكن كلشي عند الله قريب. ساعه من الغني كتغني كما كنقولوا. شوفوا الاجواء كيفاش دايره، يعني مقفوله عامره مزيان، حتى الدنيا خاويه، يعني الناس قلال كاينينش كاع شبه معدومين ما كاينينش. هاي الدنيا خاوية، قليل من السياح الأجانب هما اللي كتلقاهم هنا، قلال خصوصا السياح الآسيويين اللي صبحات الوجهة ديالهم هي مسجد الحسن الثاني مدينة الدار البيضاء. هاد الأيام شفنا وفود سياحية من دول آسيوية، يعني كيتشابهوا ما كتعرفوا واش من اليابان ولا من الصين ولا من كوريا الجنوبية ولا المهم، حيت كيتشابهوا ما تقدرش تميز ما بيناتهم. العموم دول آسيوية هي اللي حاليا كاينين السياح ديالها بشكل كبير بزاف هنا في المنطقة ديال مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. سبحان الله العظيم واحد الجو كما كنقولوا جو مغوبش وسقي. شكرا للناس اللي كيديروا لنا لي لايك، كنشكرهم على الدعم والمسانده ديالهم. هاي الشتا بدات شويه، بدات تشتد دابا تبارك الله. يعني نوري لكم هنا هاي الشوع النقاط، يا الشمال النقاط كيبانو. بدات تشتد دابا هنا، قلت لكم ان شاء الله غتكون امطار الخير ان شاء الله هنا. نتمنوا ربي سبحانه وتعالى يرحمنا، لانه اكيد بدون تساقطات حتى شي حاجه ما كاينه، كاين لا زراعه لا فلاحه لا حتى شي حاجه. هاي الشتا بدات نيد دابا، هاي بدات ضرك التليفون. تبارك الله دابا كاينه الشتا، بدات الشتا. اللهم بارك اللهم بارك. ناتي غادي نحاول نهرب نتخبى حيت التليفون غادي يسرد. الشتا بدات تبارك الله هنايا. تبارك الله اللهم بارك. هاي بدات والله إلا بدات، ريحة التراب طلعت. تبارك الله
ربينا هاد الشبد هنا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا ربي امين. رشيده محفظ كتك، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا ربي امين اختي، يا ربي امين، اكيد جعلنا من الماء كل شيء حي، اللهم بارك. كنت باغي نوريكم الاجواء ديال البحر ولكن الشتا غادي تسرد لنا التليفون كي جربت، ولكن راه اجواء تبارك الله راه غائمه ما شاء الله. يلا قلتها لكم، قلت لكم راه ما شاء الله تساقطات مطريه مرتقبه سبحان الله العظيم، لانه لاحظوا معايا السما كيدير، السما عامره ما شاء الله، الدنيا خاويه. شو على المنظر كيدير، يا سلام. كي اللي دابا كيقول لنا هادشي فوتوشوب، كتضحك ملي كيكتب لك شي واحد في التعاليق، عرفتي هادوك الهوكيين كيكتب لك فوتوشوب زعما راه هادشي حنا غادي لا حول ولا شر البلية تبان ضعيف. الحمد لله هادي راه بلادنا، باش كيقول لي حنا هادي بلادنا وحنا مواليها، هادي بلادك راه انت محسود عليها. شوف جمالية ما شاء الله، الريح الريح، شوفوا الريح الريح ما شاء الله. شتي تبارك الله غتصب شي شتا مزيانة إن شاء الله، غتكون شي شتا مزيانة إن شاء الله بإذن الله. ما عرفتش واش نقول لهذوك الناس اللي في المنطقة سعداتكم، ولا نقول الناس اللي خارجين كيشوفوا هذا الجو سعداتكم. على الصورة كبيرة ما شاء الله. تبارك الله باقا كتصب الليل، بغيت نخرج نجرب الساعة كتصب تبارك الله. هاهي الأرض توريكم، ها ريحة التراب تبارك الله طالعة سبحان الله العظيم، طيلة ريحة التراب طالعة، هذا هو الحلاوة ديال الشتا. ما عرفتش اش بغيتي تقول اخويا اختي عبد الله، راه قلتها لكم راه الشتا جاياكم من الجهه ديال نيويورك، ورمات نيويورك لحقاش حتى طاح الثلج. تحيي من نيويورك مع الرسام اختي. ما عرفتش خويا عبد الله اش بغيتي تقول اخويا، مع الله ما عرفتش بغيتي تقول اخويا عبد الله. المهم تحياتي لك بعدا، رغم ان ما فهمتش الكلام ديالك اخويا عبد الله تبارك الله. شو على برد، اسمع 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 تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هادشي على برد تبارك الله. شوف شوف النخل كيدير مسكين، شوف يا دعيو 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 ربي يرحمنا، دعيو دعيو ربي يرحمنا، راه
لا صبات الشتا راه هضره اخرى، ما صباتش لا قدر الله راه هضره اخرى. دعيو ولكن راه واحد الاجواء راه ما نعاودش لكم. تبارك الله، شوف ما شاء الله على الطبيعه كي دايره. شوف شوف المنظر، منظر رائع. شوف السما كي دايره، قلت لكم السما شتا غائمه بشكل كبير. راه كاينه تساقطات، راه كاينه تساقطات، هاهي راه كطيح لي فوق التكيطه، راه كاينه تساقطات. نقرب لكم كذلك هاد الصوره ديال هاد قوارب الصيد التقليدي. هاهم قوارب الصيد التقليدي، شتيهم دور الداخل. حاول تزوم عليكم دابا باش تشوفوهم. هاهو شتي، راه واحد خور، راه واحد، هاهو شتي، هاهو هاهو فين هاهو، هاهو الوسط. وهذه السفن اللي كتستعد دخول الميناء، شتي سفن ديال الشحن، هاي كتستعد لدخول الميناء. واحد هاي سبحان الله سبحان الله. ممكن سفن كثيرة مستعدة تدخل الميناء هنا. زعما دابا راه حنا خدينا تليفون مزيان على قبل باش باش نوريكم بحال هاد الصور الجميله. شتي دابا دوك السفن راه ما كيبانوش معنا، شتي ما كيبانوش. اذا هذه الاجواء هنا بالمحيط ديال المسجد الحسن الثاني. الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا، كثر الدعاء، نطلب الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا ويرزقنا الشتاء. اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، كما قالت الاخت وكما هو الدعاء الشهير. شوف شوف الحجم ديال الطيور اللي كاينه في السماء، سبحان الله بحال فرحانين بالمطر. شوف شوف سبحان الله، شوف الاعداد الهائله ديال هاد الطيور سبحان الله العظيم. فرحانه باش لاحظوا مستبشره بهذا الشيء، لانه دابا كاين كما كنقولوا تساقطات قليله رقيقه. اللي قلت لكم قبيله قلت لكم الاسيويين كاينين بشكل كبير. هانتوما يعني لاحظوا معايا، عزيز عليهم هذا الجو، هذا كيموتوا على هذا الجو. اذا حتى هنا غادي ننهي هذا البث المباشر، على امل نلقاكم بث مباشر اخر لا تذهبوا بعيدا. باقين معكم على قناه شوف تيفي، سواء من خلال نقل كل اطوار ديال كان الكوت ديفوار اللي مشاو ليه الزملاء مشكورين بشكل كبير، وكذلك تحيه حتى السيد المدير اللي كيتواجد، كذلك كرئيس ديال الوفد الصحفي اللي توجه للكوت ديفوار. ان شاء الله اكيد كتبعوا هاد التفاصيل كلها. نتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم، ونكونوا كنقول لكم كل كبيره وكل صغيره. ربما كاين اللي هاد المساله هادي تقدر تبان ليه مساله سخيفه او عاديه او تفاهه، ولكن اكيد كاينين الناس اللي كيستبشروا خير وكيبغيو يشوفوا هاد الشيء هذا، لانهم كما قلنا دائما ما نفكروش غير حنا صحاح معافين واقفين على رجلينا، ربما كنقدروا نتحركوا. فنفكروا في واحد الناس مساكن اللي كما قلنا فقط الونيس ديالهم شناهو، هو داك الهاتف كيشوف من خلال الاخبار ديال العالم كلها، وكيفرح ملي كيشوف حالة الشيء هذا.
لاجل هاد الناس هادو، لاجل كذلك حتى الجاليه المغربيه اللي كاينه في الخارج اللي كتبغي تشوف هاد التراث ديال البلاد ديالها وهاد البلاد ديالها كيفاش ولات الحمد لله. فاكيد وكذلك ما نساوش حتى بعض الناس اللي الحمد لله داخل المملكه المغربيه الشريفه اللي حتى هما كيحبوا هاد الشيء هذا، كيشجعونا كيدعمونا كنشكرهم كذلك. وحتى اللي كينتقدنا راه من خلال الانتقادات ديالو كنحاولوا ناخذوا ما هو ايجابي وما هو يمكن انه يطور المستوى ديالنا باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع، رغم انه ارضاء الناس غايه لا تدرك. اذا غادي نودعكم على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر على هذه الصور الجميله. غادي نودعكم هاد السياح لاحظوا اللي كياخذوا الصور دابا حاليا كما قلت. اذا مرحبا بالجميع. اذا الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.